عظمته كبير اصلا يعني. و112 معناها امتداد البطولات، امتداد لمجد نادي الاهلي على مدى الاجيال، وسخطها من نادي الاهلي كبيره ما تنتهيش خالص ان شاء الله. والله هي بطولات ماشي يعني، هو بيتعصر شويه ويمشي شويه، بس الحمد لله كويس تمام يعني. فريبه يعني عايزين ان اللعيبه تهتم شويه بالتيشيرت بتاع النادي اللي هم بيلبسوه، ويدوا يعني يعملوا مجهود اكتر شويه. الاهلي فوق الجميع طبعا، اولا بتعنيني رموز لعيبه، شخصيات مهمه، ممثلين طلعوا من النادي الاهلي، فنانين، كل حاجه. دي كل حاجة، الأهلي ده هو حياتنا زي ما بنغنيها بالظبط، الأهلي ده في قلوبنا، مصدر سعادتنا، الأهلي ده هو مصدر الفرحة بالنسبة لنا احنا كأهلوية، هو أكتر حاجة بنعتز بيها وبنفتخر بيها كأهلوية، وربنا يديم علينا الأهلي ويديمنا الأهلي يا رب العالمين.